السلام عليكم أخواتي إخواني متابعي قناة صحة غذائي. اليوم سنتعرف على علم قديم وفي نفس الوقت هو علم حديث لأنه تم استعماله واستخدامه مؤخرا، ألا وهو علم ما فوق الجينات. وسنحاول حتى نلم بهذا الموضوع أن نجيب على التساؤلات التالية: ما هو علم ما فوق الجينات؟ ما هو تاريخ علم ما فوق الجينات؟ كيف يمكن أن يؤثر نمط الحياة على التغيرات الجينية من جيل إلى جيل آخر؟ ما هي علاقة علم ما فوق الجينات والسرطان؟ ما هي علاقات علم ما فوق الجينات واضطراب التخلف العقلي؟ ما هي علاقات علم ما فوق الجينات والمناعة والاضطرابات المتعلقة بها؟ إذن ما هو علم ما فوق الجينات؟ علم ما فوق الجينات هو العلم الذي يقوم بدراسة التغييرات في التعبير الجيني، أي الجينات النشطة مقابل غير النشطة، والتي من المحتمل أن هذه التغييرات أن تنتقل عبر الوراثة إلى الأجيال القادمة، والتي لا تنطوي على تغييرات ضمنية في تسلسل الحمض النووي، أي تغيير النمط الظاهري دون تغيير في النمط الجيني، وهذا بدوره يؤثر على كيفية قراءة الخلايا للجينات. فالتغيرات فوق الجينية هي أخوات إخواني حدث طبيعي ومنتظم، ولكن يمكن أيضا أن تتأثر بعوامل عديدة بما في ذلك العمر والبيئة ونمط الحياة وحالات المرض. فالتحويرات فوق الجينية أخوات إخواني يمكن أن تظهر كما هو شائع، مثل الطريقة التي تتخصص فيها الخلايا في نهاية المطاف إلى خلايا أكثر تخصصا كخلايا الجلد أو خلايا الكبد أو خلايا الدماغ وما إلى ذلك. فالتغييرات فوق الجينية يمكن أن يكون لها آثارا أكثر ضررا، مثل التي يمكن أن تؤدي إلى أمراض مثل السرطان. فالبحوث الجديدة المستمرة تكشف أخواتي إخواني باستمرار دور علم ما فوق الجينات في مجموعة متنوعة من الاضطرابات البشرية والأمراض القاتلة. الآن ما هو تاريخ علم ما فوق الجينات؟ كانت البداية ببحوث واسعة تركز على الجمع بين علم الوراثة وعلم الأحياء النمائي من قبل العلماء بما في ذلك كونراد وأدنجتون وإرنست هادورن خلال منتصف القرن العشرين، وتطورت هذه البحوث إلى المجال الذي نشير إليه حاليا باسم علم ما فوق الجينات. وقد استمد مصطلح علم ما فوق الجينات الذي صاغه أدنجتون في عام 1742 من الكلمة اليونانية التخلق التي وصفت أصلا تأثير العمليات الوراثية على التنمية. خلال التسعينات أصبحت هناك اهتمام متجدد بالتمثيل الجيني، ومن ذلك الحين تركزت الجهود البحثية على كشف آليات الجينية المتعلقة بهذه الأنواع من التغييرات. وفي الوقت الحاضر أخواتي إخواني فإن مثيلة الحمض النووي هي واحدة من التعديلات الوراثية الأكثر دراسة وموثوقة، والتي يرجع تاريخها إلى الدراسات التي قام بها عالمان في عام 1963، والتي أشارت إلى أن مثيلة الحمض النووي قد تكون مهمة في وظيفة الذاكرة طويلة الأمد. وتشمل التعديلات الرئيسية الأخرى إعادة تشكيل الكروماتين، وهو مزيج من الحمض النووي والبروتينات التي تشكل محتويات نواة الخلية، وتعديلات الهيستون والآليات الـ RNA غير المشفر. وقد أدى أخوات إخواني اهتمام المتجدد في علم ما فوق الجينات إلى نتائج جديدة حول العلاقة بين التغييرات الجينية ومجموعة من الاضطرابات بما في ذلك مختلف أنواع السرطان والتخلف العقلي والاضطرابات المرتبطة بها واضطرابات المناعة واضطرابات العصبية والنفسية واضطرابات الأطفال. الآن كيف يمكن أن يؤثر نمط الحياة على التغيرات الجينية من جيل إلى جيل؟ فمجال أخواتي إخواني علم ما فوق الجينات يتقدم بسرعة، وذلك على أساس أن كل من البيئة ونمط الحياة الفردية من تغذية وطرق الطبخ والنوم، وكذلك حالة السكن والبيئة والحالة النفسية المزاجية، يمكن أيضا أن تتفاعل مباشرة مع الجينوم للتأثير على تغيير الجينات، ويمكن أن تنعكس هذه التغييرات في مراحل مختلفة طوال حياة الفرد وحتى في الأجيال اللاحقة. على سبيل المثال، فقد قدمت أخوات إخواني الدراسات الوبائية البشرية أدلة على أن العوامل البيئية
قبل الولادة وبعدها تحدد المخاطر التي ستواجه البالغين من خلال تطور مختلف الأمراض المزمنة والاضطرابات السلوكية. وقد أظهرت الدراسات أخواتي إخواني أن الأطفال الذين ولدوا خلال فترة المجاعة الهولندية أي من 1944 إلى 1945 زادت معدلات الإصابة بأمراض القلب التاجية والسمنة بعدما تعرضت الأمهات آنذاك للمجاعة أثناء الحمل المبكر مقارنة مع غيرهن اللاتي لم يتعرضن للمجاعة. ومع هذا النوع من التعرض للمجاعة وبالمثل أفادت التقارير بأن البالغين الذين تعرضوا لظروف المجاعة قبل الولادة لديهم نسبة أعلى بكثير من حالة الفصام أو الانفصام العقلي، وهو اضطراب حاد في الدماغ يشوه طريقة الشخص المصاب به في التفكير والتصرف والتعبير عن مشاعره والنظر إلى الواقع ورؤية الوقائع والعلاقات المتبادلة بينه وبين محيطين به. والأشخاص المصابون بمرض الفصام هو المرض الأصعب والأكثر تعقيدا من بين جميع الأمراض النفسية المعروفة، ويعانون بشكل عام من مشاكل وظيفية في المجتمع وفي مكان العمل وفي المدرسة وفي علاقتهم مع زوجاتهم أو أزواجهم. الآن ما هي علاقة علم ما فوق الجينات والسرطان؟ كان السرطان أخواتي إخواني أول مرض إنساني مرتبط بعلم ما فوق الجينات. قام فينبرغ وفوغ ومالستين في عام 1883 وذلك باستخدام الأنسجة الورمية الأولية للإنسان أن جينة الخلايا السرطان القولوني المستقيمي كانت أقل مثيلة إلى حد كبير مقارنة مع الأنسجة الطبيعية، وتقليل مثيلة الحمض النووي يمكن أن ينشط الجينات السرطانية فتشعر في عدم الاستقرار الكروموزوم، في حين أن زيادة مثيلة الحمض النووي يقوم بإسكات الجينات الكابتة للورم، ويمكن أن يؤدي تراكم الأخطاء الجينية والتخلقية إلى تحويل خلية طبيعية إلى خلية ورم. بالإضافة إلى ذلك أن أنماط مثيلة حمض النووي قد تسبب تعبيرات غير طبيعية للجينات المرتبطة بالسرطان، فوجد أخواتي إخواني أن أنماط تحوير الهيستون العالمية أيضا ترتبط مع سرطانات مثل سرطان البروستات أو البروستاتا والثدي والبنكرياس، وبالتالي يمكن استخدام التغييرات فوق الجينية كمؤشرات حيوية للتشخيص الجزيئي للسرطان المبكر. الآن ما هي علاقة علم ما فوق الجينات واضطرابات التخلف العقلي؟ ترتبط أخواتي إخواني التغييرات فوق الجينية أيضا بالعديد من الاضطرابات التي تؤدي إلى إعاقات ذهنية، على سبيل المثال اضطرابات التطبع برادر ويلي ومتلازمات الأنجلمان، فهي تعرض نمط ظاهري غير طبيعي نتيجة لعدم وجود نسخة الأب أو الأم من الجين على التوالي. ففي هذه الاضطرابات أخواتي إخواني هناك حذف وراثي في الكروموسوم 15 في غالبية المرضى، ونفس الجين على الكروموسوم المقابل لا يمكن أن يعوض الحذف لأنه قد تم إيقافه من قبل المثيلة، وهي عملية تحوير فوق الجينية. فالهدف الجيني الموروث من الأب يؤدي إلى متلازمات برادر ويلي، وتلك موروثته من الأم تؤدي إلى متلازمات الجيلمان. الآن ما هي علاقة ما فوق الجينات والمناعة والاضطرابات المتعلقة بها؟ هناك أخواتي إخواني العديد من الأدلة التي تبين أن فقدان السيطرة فوق الجينية على العملية المناعية المعقدة يساهم في أمراض المناعة الذاتية، وقد لوحظ عمليات مثيلة حمض نووي غير طبيعية في المرضى الذين يعانون من مرض الذئبة، وهو مرض مناعي ذاتي مزمن يؤدي إلى التهاب في الأنسجة الجسم المختلفة، ويمكن أن يتلف أي جزء من الجسم مثل الجلد والمفاصل والأعضاء، كما أنه مرض غير معدي. وحتى لا أطيل عليكم أتمنى لكم دوام الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.